طيب دكتور بركاني، نحن على بعد يومين فقط من انتهاء مدة الحجر المنزلي التي أعلن عنها سابقا، إلى غاية الآن لم يعلن الجديد بخصوص الحجر الصحي، تمديد أو رفع أو تطور جديد. بالنظر إلى هذه الأعداد التي نحصيها، وبالنظر كذلك إلى عملكم كلجنة ستستشار في الأخير وربما قد استشيرت، هل سيتم تمديد الحجر الصحي في الأسبوعين القادمين؟ والله على لسان وزير الصحة اللي هو يرأس هذه اللجنة هذه، قال باللي يكون من الأحسن بأن التمديد نتاع الحجر الصحي كما هو عليه من الأحسن. لماذا؟ لأن إذا نظرنا يعني الأرقام، هذا الحجر الصحي هذا أعطى نتيجة ما، وبالتالي لازمنا نتخلص يعني نهائيا من هذا الوباء. هذا ما ننجمش يعني نقول بأن نقضينا عليه مهما يكون الأمور على حسب الأرقام بالتحسن يوم بعد يوم، ولكن المواطنين لازم يفهموا بأن الثمار يعني النسبة المئوية من غير يعني التنظيم اللي دارته ذوك في الكشف نتاع الحالات بالنسبة المئوية الكبيرة بالنتيجة المرضية اللي راهي يعني في حيز اللي راهي ماشية هي جدا من الحجر الصحي لا أكثر ولا أقل. معناه بحسب وزير الصحة نحن متجهون لتمديد الحجر المنزلي لأسبوعين إضافيين. يا أخي هذا قرار من طرف السيد رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى طيب. مجلس الأعلى للأمن. طيب.